إذن نصل وإياكم إلى نقاش الظاهرة الإخبارية كما أشرنا في بداية هذه الفترة الإخبارية. إذن رقابة على الأسواق وعقوبات صارمة في حق المضاربين، إذن جهود متواصلة لتلبية حاجيات المواطن الجزائري. أرحب مباشرة بضيفي الكريم عبر تقنية سكايب فوزي رحماني، رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه. مرحبا بك معنا سيد رحماني. بك وعلى الأخ الكريم، مرحبا بك. أهلا بكم معنا. بداية، إذا تمر اليوم 10 أيام على بداية الشهر الفضيل، تقييمكم لحالة الأسواق خاصة ربما رأينا أنه كان في وفرة في المنتوج لكن في ارتفاع في الأسعار، ربما ما هو الخلل سيد فوزي رحماني اليوم؟ السلام عليكم. على كل حال، هي لم نشهد ندرة على كما كانت في رمضان السنة الماضية. كانت بعض الندرة على كل حال وغياب للوفرة في ما خص الأيام الأولى من الشهر. بطبيعة الحال كثير من المستهلكين عمدوا إلى التخزين وإلى أنه تكون عندهم مواد أولية مخزنة على مستوى منازلهم، لكن بعد مرور يعني 4 أيام 5 أيام الحمد لله شهدنا وفرة الأسعار، وفرة المنتوجات بصفة عامة، حتى المواد واسعة الاستهلاك، حتى المواد المدعمة، غير أن الأسعار تاعها كانت جد جد مرتفعة، خصوصا لما نتكلم على الخضار، لما نتكلم على الفواكه المجففة اللي تشهد إقبال وكثير على فيما يخص شهر رمضان. أيضا مادة الدجاج، يعني الدجاج ممكن اللحوم اللي كان الإنسان المواطن البسيط يتوجه لها يعني باش يسد حاجيات من البروتينات، تجد أنه حتى الأسعار تاعها ممكن قاربت الأسعار تاعها حوالي 500 دينار، يعني هي أسعار جد جد مرتفعة. طيب بالنسبة لل... تفضلي سيد. نعم سيد فوزي رحماني، تحدثت ربما الآن على بورصة الأسعار خلال هذه الفترة. طيب هناك وفرة في المنتوج لكن نشهد ربما ارتفاع للأسعار، أين الخلل خاصة أنه في عملية رقابية متواصلة لأعوان الرقابة فيما يخص ربما جريمة المضاربة؟ ممكن لأنه المستهلك هو ممكن عنده يد يعني في مخصص ارتفاع الأسعار، لأنه يغلب عليه في رمضان، خصوصا في شهر رمضان، أنه يكون عنده قابلية كبيرة لأنه يشري وقت يعني مواد كثيرة، يعني اللي تستغل هذه المرحلة وتستغل هذا الإقبال يعني من المستهلكين وتقوم برفع الأسعار، إلى جانب أنه السوق يعني متذبذبة على كل حال في مخصص التموين، يعني كل في بعض الأحيان المادة موجودة على مستوى السوق، يعني بغض النظر عن نوع المادة، لا بعد مدة تجد أنه هذه المادة هذه اختفت من السوق، يعني هذه مباشرة تعرف تكون ولا تعرف بأن هناك مضاربة، يعني من أجل أنها تكون من أجل أنه ترفع الأسعار تاعها في السوق. بعد مدة نجد أنه السعر تاعها يعني رغم الوفرة تاعها، يعني رغم التوفر يبقى السعر تاعها مرتفع. نعم، طيب ابقى معنا السيد فوزي رحماني. أرحب أيضا بضيفي الكريم الخبير الفلاحي والمهندس الزراعي أحمد ملحة معنا عبر الهاتف. مرحبا بك معنا أستاذ ملحة. مرحبا، شكرا على الاستضافة. أهلا بكم وشكرا على قبولكم الدعوة. أستاذ ملحة، نتحدث اليوم ربما 10 أيام تمر على بداية الشهر الفضيل، إذا رغم الوفرة في المنتوج إلى أنه الأسعار ربما مرتفعة نوعا ما، ما هي تقييمكم لهذه الفترة؟ والله الفترة هذه يعني نشوف إذا رجعنا للخضر نستطيع أن نقول أن فيه انخفاض يعني معقول في سوق الخضر، إلا مادة البصل اللي اليوم يعني في داخل هذا المحل سوق البصل اليوم في سوق الجملة يعني 220 دينار، يعني 22 ألف سنتيم، يعني كثير جدا. أيضا لو نتكلم مثلا على الفواكه، يعني نتكلم مثلا على فاكهة التفاح اللي هي منتوج محلي، يعني تجاوزت 500 دينار، يعني هذا متجاوز فيه كثير، لأن التفاح في وقته في خنشلة وفي باتنا يعني ما يتجاوز 250 دينار، يعني كيف اليوم؟ هذه مضاربة حقيقية. إذا تكلمنا على الدواجن يعني سعرها أيضا مرتفع، لم ينخفض إلا في بعض الأسواق وين يباع اللحوم، تباع اللحوم الدواجن المجففة اللي كانت يعني في التبريد، يعني لأن اليوم اللحوم يعني أما فيما يخص اللحوم الحمراء في بعض الأسواق وين يعني وصلت يعني اللحوم المستوردة لحم السودان والبرازيل في أسعار معقولة، ولكن في معظم المناطق ما كثير من المناطق لم يصلها هذا
نوع من الإنتاج. لذلك اليوم نقول حان الوقت أن ننظم الشعب الفلاحية، حان الوقت أن نعمل عن طريق تسقيف الأسعار، ننشئ لجنة وطنية تعفيها خبراء التفاح أو الدواجن أو البطاطا، لابد أن يكون سعر مرجعي. سعر مرجعي يعني غير معقول، يعني التفاح 50,000 و60,000 غير معقول. ربما سيد مرحة هو ما أكده وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي أكد وشدد أنه ربما في ظل توفر السلع من غير المقبول أن تكون الأسعار على ما هي الآن. نعم، يعني لأن فيه جانب يعني مضاربة، وفيه جانب إن صح التعبير كما قلت لك يعني فوضى، لأن اليوم الناس يعني منهم من ينتظر الفرص، يترقب الفرص، وين البصل يعني نتكلم عن البصل مثلا يعني فيه احتكار وفيه شيء يعني غير. كيف البصل سعره 4 مرات على البطاطا اللي يدير 50-60 دينار يعني في معظم الأسواق، يعني غير معقول. لذلك اليوم نتكلم عن الثوم أيضا هذه الأيام سعره منخفض جدا، هذا اللي راح ما يضر الفلاحين ويضر حتى لذلك نعرف البصل في السنة الماضية الناس رماوه، يعني رومي يعني تخلوا عنه البصل في هذه السنة، ربما السنة المقبلة يكون البصل يعني بوفرة كثيرة في السوق. لذلك حان الوقت يعني لإنشاء لجنة وطنية، لجنة اليقظة إن صح التعبير، هي خاصة بالغذاء، لأن الغذاء هو كل شيء عند المواطن. يعني مليح تتكون من لجنة من خبراء وإدارة من لجنة التجارة من وزارة التجارة والفلاحة، هذه اللجنة وطنية تنصب لجنة دائمة تعمل عن طريق اليقظة لافاي، يعني تتنبأ ماذا سيحدث من على شهرين من على 4 أشهر حتى نأخذ الاحتياطات، فلا يحق يعني أن نأخذ الاحتياطات في آخر لحظة، يعني عندما يوصل شهر رمضان نجيب اللحم. لذلك اليوم حان الوقت لتنظيم الشعب الفلاحية، يعني تنظيم يعني نعرف ما هو موجود في الميدان. طيب سيد مالحة، نصل ربما الآن إلى محور آخر من محاور هذا النقاش فيما يخص الإجراءات التي تقوم بها الجهات الرقابية فيما يخص الرقابة في الأسواق، وحتى ربما في إطار العقوبات الصارمة في حق المضاربين. كيف ترون اليوم كل هذه المجهودات التي يتم بذلها اليوم في الأسواق الجزائرية لمكافحة ربما غلاء الأسعار، خاصة مثل ما ذكرنا في ظل وفرة المنتوج؟ ما هي شوفي في جانب المضاربة، أنا مع يعني مع جانب ولست مع جانب آخر، لأن لابد أن نحارب المضاربة، لابد أن، ولكن أنا نقول هذه المحاربة غلاء الأسعار لابد أن تكون يعني وفق معلومات حقيقية. نتكلم نعطيك مثل فقط اليوم، مثلا الدواجن كان يعني من قبل اللي يخزن الدواجن، يعني يخزن لأن السعر تاعها كان منتوج وفرة، ممنوع بتخزن يعني الدواجن إلا عند الجهات اللي صحت. أنا أتكلم عن الخواص اللي كانوا مستعدين به يخزنوا الدواجن، ولكن ربما يجوا أجهزة المراقبة يسيبوا عنده الدواجن يديروا في الحبس ولا يديروا له غرامة ولا. لذلك اليوم لابد أن نحارب المضاربة وفق معلومات حقيقية، ومليح نكون وميدانية إن صح التعبير، ومليح تكون يعني إما من خبراء وتكون أيضا من إداريين. طيب. يعني حتى لا نظلم ربما الناس يعني في هذا المجال. طيب. ونشوف الأستاذ لحظة، لابد أن ننظم يعني هذه الأشياء تدريجيا، أنا مريح يعني تكون تدريجيا، قال نبدأ نبني في اختصار. بطبيعة الحال ربما فيما يخص المضاربة السيد مالحة تأتي هذه العملية ربما بعد تقصي وتحري. نعم، يعني تقصي وتحري، احنا قلت لك ان نحن ضد المضاربة، ضد رفع اسعار البصل، ضد رفع اسعار التفاح، ضد رفع بعض الاسعار اللي يعني فيه وفرة يعني فيه انتاج. احنا الجزائر يعني لا اخفي عنك فيها خيرات كثيرة، ولكن ما زلنا ما نظمناش روحنا فقط. نعم. اليوم الثوم طيب. اللي كان شوفي الثوم اللي كان في السنة الماضية يدير في الوقت هذا 800 يعني 80,000 سنتيم، الآن راه يدير 20,000 هذا، ونشوف السوق 20,000 تخيلي. والبطاطا اللي كانت العام اللي فات في هذا الدير 150 دينار اليوم راه يدير 50-60 دينار. لذلك بلد فيه خيرات كثيرة، يبقى يعني تنظيم والحقول. طيب. وأيضا يعني إحصاء. طيب جزيل الشكر لك أحمد مالحة الخبير الفلاحي والمهندس الزراعي على كل هذه الشروحات التي وفيتنا بها.
أعود إلى ضيفي عبر تقنية سكايب السيد فوزي رحماني، ربما فيما يخص الإجراءات الاستباقية والاحترازية التي تقوم بها الجهات الرقابية خاصة أعوان الرقابة في الأسواق الجزائرية من جهة ومكافحة المضاربة من جهة أخرى، كيف ترون كل هذه المساعي المبذولة من جهة أستاذ فوزي رحماني، ومن جهة أخرى ربما ما هي رسالتكم للمستهلك الجزائري للالتزام بالثقافة الاستهلاكية طيلة الشهر الفضيل؟ على كل حال بالنظر إلى الواقع الاستهلاكي، يعني بالنظر إلى واقع الأسعار، على كل حال لما نشوف وصل إلى أسعار الفواكه، على كل حال اللحوم الحمراء يعني عتبة 2000-2500 دينار، يعني هي أسعار جد مرتفعة. لذلك نرى أن هذه المجهودات يعني لم نقل ضعيفة نوعا ما، أو ليس لها تأثير يعني كبير على السوق. على كل حال حتى نتحدث على ضبط الأسعار وضبط الوفرة، المفروض أن تكون تحضيرات قبل شهر رمضان بمدة يعني مرتبرة. يعني لما نشوف قضية توزيع اللحوم العجول المستوردة من البرازيل، يعني كانت كإجراء ممكن ارتجالي، كان في وقت متأخر جدا جدا، صعب مهمة أنه توزيع اللحم، يعني من ناحية لوجستية راح يكون من صعب جدا توزيع وإمضاء يعني اتفاقيات مع القصابات على مستوى الولايات، حتى بقى الإجراءات يعني من أجل توزيع. كل لكن يقول الأستاذ قبل كل سنة نلاحظ أنه تبدو في مادة من المواد، يعني ذلك لأنه ما في توجيه للشعب الملاحية من أجل أن تتحضر للسوق. نظر للرقابة الحمد لله لاحظ أنه هناك لجان وكل ما نلاحظ أنه في لجان والقصابات بالنسبة للوفرة بالنسبة للنصائح اللي يقدموها انه يبتعد عن التخزين، يعني يبتعد عن اللحظة. على كل حال نعرف اللي ممكن نسبة كبيرة من المأكولات ولا من المائدة اللي تتحضر في طاولة الأكل، يعني ممكن في طاولة الإفطار ممكن أن قدر كبير منها يروح للتبذير ويروح إلى سلة المهملة. لذلك نحاول أن نلتزم باقتناء ما يسد الحاجيات، يعني الاحتياجات المسبقة فقط. أنه يعني إنسان لما يمشي يتبضع أو يتسوق يلتزم بقضاء حاجياته، خصوصا أنه إذا كان أب الأسرة يعني عنده قائمة ولا القائمة حضرتها، يعني يلتزم بها حتى ما يشريش ممكن أمور هو مش رأي يستهلكها. بالنسبة للخضروات أنه ما يشروهاش كمية كبيرة لأنها سريعة التلف، وممكن في رمضان يعني أنه هناك وجبة واحدة خلال كامل يوم ممكن جدا جدا أنها تتعرض للتلف، وهنا نمشوا في أنه تكون عندنا تبذير. أيضا من أجل المحافظة، يعني ممكن من توجهوا إلى أنه ما تكونش عندنا عدة أطباق، ممكن طبق اثنين، وإذا كان نقاط ممكن أنه تصدقوا بها، ممكن أنه نوجهها إلى أنه نعود نستغلوها ونستفيدوا منها. إذا كان الخبز اليابس حتى بعض الأطباق يعني ممكن الاستفادة منها، ولما لا أنه نعود نستهلكها يعني في اليوم الثاني، يعني عوض أنها تروح للتبذير. أيضا من ناحية التخزين الحمد لله، يعني ممكن في الأيام الأولى كانت هناك ندرة، حاليا هناك وفرة لجميع المواد الأساسية تقريبا ما عدا الحليب يعني نوعا ما. يعني المستهلك نشجعه دائما على أنه ما يقومش بعملية التخزين. جزيل الشكر لك فوزي رحماني رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه على كل هذه الشروحات القيمة التي قدمتها لنا.